ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة البحرينية المنامة السيد موفق الخطاب، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا ومرحبا بك أستاذ موفق. بداية، هذه القوائم الانتخابية تشهد تشظي وتفكك في العراق، بما هل تعتقدون أن هذا التشظي يشي بشيء ما؟ عفوا، أعيد السؤال رجال، مرحبا بكم. القوائم الانتخابية في العراق تشهد تشظيا وتفككا ملحوظا، بما يشي ذلك سياسيا؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أشكر قناتكم الرائعة في طرح وتناول هذه المواضيع الحساسة. حقيقة المواضيع المتعلقة في جانب الانتخابات العراقية وهي على الأبواب كما تهم الناخب والشعب العراقي تهمنا كثيرا هنا في الخليج. فما يحدث في العراق سلبا أو إيجابا هو بالتأكيد تتأثر فيه المنطقة. القوائم الانتخابية التي تشكلت والكتل التي تتبعها، ونحن هنا في الخليج نتابع عن كثب ما يجري هنالك في العراق، نقول أنها تدور في نفس الفلك الطائفي حتى وإن اختلفت المسميات. بالتأكيد التشظي الحاصل في التحالفات والكتل هو نتيجة حتمية لعدم رضا الشارع العراقي عما جرى ويجري منذ احتلال العراق ولغاية الساعة. العملية السياسية تسير بشكل نحو الهاوية يوما بعد يوم، ولم يلمس المواطن العراقي أي تحسن في حياته اليومية من خدمات وفي الجانب الأمني. أيضا هنالك موضوع في غاية الأهمية، أن طائفة كبيرة من العراق وهي أهل السنة والجماعة، وأنا حقيقة أنوء بنفسي عن الطائفية لكن لنسميها مناطقية، مناطق أهل السنة غالبيتها مدمرة، الملايين منهم هم خارج محافظاتهم إما في الخيام أو خارج العراق. تتم انتخابات وجزء ومكون رئيسي من العراق وهو بهذه الحالة، يعني يدعو للاستغراق. طيب، يعني الآن يبدو أن أساسة العراق فهموا أنهم خسروا قواعدهم الشعبية وأفلسوا لدى الشعب، لكن هل تعتقدون أن تغيير الأسماء بأن تتفكك هذه الأحزاب وهذه الائتلافات وتعود بأسماء وعناوين جديدة، هل تعتقدون أن هذا الأمر سيقنع العراقيين بالمشاركة في الانتخابات المقبلة في أيار؟ والله يفترض بعد أن ذاق العراقي زرعا بالكثير من الوعود الزائفة لثلاث دورات انتخابية، يفترض أنه يخرج من هذا القمقم ويفعل العقل الثابت الرزين، لا ينجرف إلى العاطفة ولا إلى الفتوى. فالفتوى قد لعبت به ووصلته إلى هذه الحال. يفترض أنه جانب الفتوى إما يكون مع الشارع العراقي ويخرجه من هذه الأزمة أو يلتزم الصمت. أنا في تغريدة لي على موقعي في تويتر قلت أنه على المراجع الدين المحترمون أن يعيدوا مليا التفكير في هذا الجانب. اليوم تقع عليهم مسؤولية عظيمة أمام الله وأمام الشعب، إما أنه يخرجوا من صمتهم ويقولوا كلمة الحق في هؤلاء الفسدة القتلة الذين تربعوا عقد ونيف من الزمان على صدر العراقيين ووصلوا العراق إلى هذه الحالة، وإما أنه يعتذروا بشكل واضح أن فتواهم التي صدرت في يوم ما هي كانت ليست بصحيحة. الدفع بالناس بشكل طائفي مقيد لإقرار كتلة معينة وحزب معين وشخصية معينة، هذا الأمر حقيقة يجب أن يقابل بالرفض من المجتمع العراقي. قبل فترة ليست ببعيدة أستاذ موفق، فاجأ العبادي الشعب العراقي بتحالفه مع
ميليشيا الحشد الشعبي تحديدا مع هادي العامري وائتلاف الفتح ليشكل تحالف النصر الذي أعلن عنه. بعد أن دخل عمار الحكيم انسحبت ميليشيات الحشد الشعبي بواقع 9.8 كيانات بسبب دخول عمار الحكيم وأسباب أخرى. الآن عمار الحكيم خرج من تحالف النصر وأعلن أنه سيدخل الانتخابات بقائمة منفردة. هل تتوقعون العودة من جديد لتحالف العبادي والميليشيا مرة أخرى؟ يا أخي عن أي نصر يتحدثون وعن أي عزة وعن أي كرامة وعن أي استقرار وعن أي أمن؟ هذه تسميات لا تسمن ولا تغني من جوع. بعد أنا أتوقع لا تنطلي على العراقي، يعني عانى ما عانى العراقي خلال 15 سنة الماضية وبالذات 4 سنوات الدورة الانتخابية السابقة. تشظى العراق، وصل إلى مراحل من التخلف والتدهور. أي عزة وأي نصر وأي تقدم، يعني هاي المسميات لا تنطلي بعد على أحد. هي كل ما في الأمر أدوات شطرنج تتحول من هذه الجهة إلى تلك الجهة، نفس الأدوات ونفس الأشخاص ونفس المسميات. طيب. ونفس الكتل ونفس الأمور اللي تعاد مرة أخرى وتصهر وتعاد للشارع مرة أخرى. نشرت مجلة ناشونال انترست أن هناك مخاوف أمريكية من عودة المالكي لرئاسة الوزراء مرة أخرى. هل من المتوقع أن تكون هناك صفقة لإرجاع المالكي كما جرى في عام 2010؟ والله أنا أتوقع الشارع العراقي وصل إلى مرحلة أنه يرفض المالكي حتى وإن كان هنالك ضغوط أمريكية إيرانية. الرجل انتهى سياسيا، وعملية بقائه في منصبه هي توافقات إيرانية أمريكية لأجل تحصينه أو لأجل إخراجه بشكل أو آخر من الملفات السوداء التي خلفها في العراق. أما من الناحية السياسية أظن لا دور له. هل ثمة هنالك أي مؤشرات على الواقع أن الانتخابات البرلمانية قد تحمل شيئا مختلفا للعراق هذه المرة؟ بالتأكيد، يعني إذا يتعلق هذا الأمر بالناخب العراقي نفسه، إذا الناخب العراقي وصل مرحلة من الوعي أنه يبتعد عن التحريك الطائفي، بالتأكيد ستكون هنالك نتائج مخالفة ومغايرة لما رأيناه من الدورات السابقة. أما إذا دفع دفعا باتجاه الفتوى وباتجاه الطائفية وباتجاه الاستغفال، فأتوقع أنه لا تغيير في الأفق حاصل في العراق. النائب نيازي معمار أغلو أشار إلى أن هنالك تعديلا على قانون الانتخابات كان الشعب يرجو من لجنة البرلمان أن تعدل القانون لما فيه مصلحة للشعب، لكن يبدو أن هذا التعديل لا يروم تعديلات بشأن الشعب أو بشأن النازحين أو بشأن إعادة إعمار المناطق، فهو عدل لفائدة 30 نائبا وخمسة وزراء لن يتمكنوا من الترشيح في هذه الفترة أو في هذا القانون بسبب أن القانون منع حملة شهادة الإعدادية من الترشح، وهنالك تعديل كي يسمح لهؤلاء 35 من الدخول مرة أخرى. يعني لماذا يتحاربون على الشهادة وينسون الشعب؟ حقيقة يعني لا أؤمل كثيرا على التعديلات التي حصلت على قانون الانتخابات، لأن من يقوم بالتعديل هم نفس الجهات المؤثرة والتي لها التأثير القوي بما يحدث في الشارع العراقي. ليس هنالك جهة رصينة محايدة تقوم على عملية التعديل. التعديل يتم من قبل كتل مسيطرة على مجلس النواب بكل أجنحته. فالتعديل اللي جرى هو بالتأكيد يعني يصب في مصالح هذه الكتل، فلا أؤمل كثيرا على تلك التعديلات. رغم أنه بعض منها يعني لو تقراها وتطالعها بشكل ملي ترى أن فيها شيء ممكن أنه يدفع باتجاه الإيجابي، لكن بالشكل العام التعديل الذي حصل ويحصل حتى هذه الأيام مع القانون هو لا يخدم الشعب العراقي، يخدم الكتل ويخدم الأحزاب. كان معنا من المنامة السيد موفق الخطاب الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا.